ازيك؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وفيديو النهارده هيكون فيديو شويه مختلف. حبيت ان انا اصوره لكم. لما شفت فكرته على اليوتيوب وبصراحه عجبتني فكرته جدا جدا. هو ايه اكتر ارواج باللون الاحمر انا بحبها؟ هعمل لكم سواتش ليها، وهي هقول لكم الدرجه بتاعتها ومن هي من اي براند، بحيث لو انتوا بتحبوا اللون الاحمر او عايزين ارواج زي كده تقدروا تشتروها. اسفه جدا على صوت الدق ده، بجد مش عارفه يعني مستقصدني، انا مش فاهمه حد بيبني فوق ولا بيدق حاجه. مهمة علينا، حاولوا ان انتوا تتناسوا الموضوع يعني. وانا حاطه هنا اهو الارواج اللي باللون الاحمر. هم بصراحه مش كتير، انا من الناس اللي بحب اللون الاحمر وبحبه جدا، ولكن مش من الناس اللي بتشتريه كتير، علشان هو عاده ليه وقت معين وبيتحط في اوقات معينه، ويعني ايه واستهلاكك فيه ما بيكونش كتير. فاول درجه انا حقيقي جدا بحبها جدا جدا، وقديمه قوي قوي، قديمه بس شويه وشويتين ثلاثه يعني، من اوريفليم. اللاين هو بتاع جورداني جولد. اللاين ده كان من اللاينات الفخمه قوي في اوريفليم، وكان لما بنزلوا ارواج او حاجات منه كانت بتبقى حلوه قوي. الدرجه اسمها فوريفر ريد. ده شكلها، معلش بقى هي متبهدله من فوق. طبعا بنتي قامت بالواجب، يعني بتقوم بالواجب في كل لبستك بتوعي. حبيبتي الله اكبر عليها، بتحب زي مامتها تحط روج. ف من الحاجات اللي عجبتني فيه ريحته، عارفين ريحته روز كده؟ بصوا ده شكله، شوفوا يعني عندي بقاله سنين ونفس الريحه ما اتغيرتش، ولسه لحد دلوقتي لونه حلو وشايني كده. هو المفروض انه مط، بس هو مط مط ليبستيك، ففي برده بيدي سنه لامعه. هجربه لكم هنا على ايدي. بصوا ده شكله، هو المفروض مط، بس انا يعني مش بحس انه مط قوي، بحس انه هو في برده سنه سيكه لامعه كده. المهم ان هو مش بينشف الشفايف، بيرطب الشفايف. والاحمر بتاعه الاحمر اللي هو بتون ازرق شويه، فالاحمر اللي بتون ازرق شويه ده بينور الشفايف، بينور السنين لو انت سنك صفرة مش حابه انها صفرة، ودي من احد مميزاته. ومن تاني روج او انا بحبه برضو، مش ليكويد، هو ده خطير، اكيد كلكم عارفينه، اللي هو روبي وو من ماك. ده اشهر درجة روج احمر ممكن تجيبيها، احمر فيلفت، الاحمر القاني اللي هو الرويال ده، عارفين دي احلى درجة روج احمر انا جربتها في حياتي. بصوا هجربه لكم هنا برضو. بصوا بقى بيتحط ازاي، بصوا ما فيهوش اي سنة حتى ترطيب او لمعة، وانت بتحطيه بتحتاجي تتكي كده، ما بيجريش بسرعة، ماشي. نوعا ما ده اقوى في البيجمنت بتاعه، اقوى من ده. ده اللون بتاعه تحتاجي تحطي كذا لاير، ده لا من اول مرة بتحطي بس شوية. هو في مشكلة ان هو ريحته شوكولاتة شوية، جميل اوي ريحته، حلوة اوي شوية، ان هو بتحتاجي ان هو ما بيمشيش على الشفايف بشكل جامد او قوي، وبس في المقابل ده ثابت جدا جدا. ده اكتر روج اللي هو لبستيك مش الليكويد، ها انا جربته في حياتي ثابت. لو عايزين درجه احمر تقعد معاكي طول الوقت، اي حد هيشوفه لك واو ايه الدرجه الفظيعه دي، شايفك شكلها حلو قوي. درجه بتليق على كل البشرات. بص انا اختي، عندي اخت خمريه واخت سمراء واخت اصحابي، كل الناس اللي جربوا الدرجه دي بجد بتخلي شكلهم واو، بتليق على كل انواع الوان البشره، والاحمر بتاعها احمر قاني اكتر من ده، ماشي. وبرده مش بتخلي الشفايف لونها اصفر. من الدرجات برده اللي بحبها جدا 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 ولكن هي الاحمر على اورنج مش على ازرق، ماشي. هي الدرجه دي كانت من سيفورا ليكويد ليبستيك بتاعهم. الدرجه دي انا بحاول درجه رقم 18، ماشي. وده شكلها. طبعا ارواج سيفورا غنيه عن التعريف، يعني معروف انها حلوه جدا. طبعا مش قادره اقول لكم هو بيحط من اول مره اللون قوي، من اول مره اللون يعني مش عارف يعني لونه حلو جدا، بس شويه الاحمر بتاعه على
لونه اورنج شويه، يعني عارفين الاحمر مش الاحمر الفيلفت اللي هو اللي هو القافل، لا ده الاحمر اللي هو اللي على اورنج المنور، فاهمين؟ لو انت حابه بقى تبقي يعني ده تحطيه وانت لابسه لوك كلاسيك شويه، فستان اسود عامله شعرك فورمه كده مع مثلا عطر اسمه ايه، حاسه بيه قوي مع البرفيوم لما بحطه، بحس ان انا تقمصت دور ان انا لابسه فستان اسود مع كعب اسود مع جاكيت فارو مع البرفيوم اللي هو هيبنوتيك بويزون من ديور، هو ده قوي. لكن اللي هو بتاع ماك، لكن بتاع سيفورا ثابت جدا حلو جدا، بس بقى لوك اللي هو ايه فانكي كده، اللي هو ايه فستان احمر ومسايبه عامله شعرك مثلا كيرلي او مش لفاه كده لفه اللي هو كلاسيك، لا ده فانكي اكتر اللي هو على اورنج شويه، مش عارفه واضح، يا رب يكون واضح الفرق بينهم. ماشي برضو بحبه جدا بس ليه وقته، يعني انا بحب التاني ده، انا بحب الدافي ده اكتر، ده مش دافي. رقم واحد ماشي الاحمر درجة رقم واحد من سيفورا. بصوا بقى كيوت ده، بصوا شكله ينوني سكر قوي، بصوا بقى بصوا الفرق بينهم، واو 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 واو. بصوا ده شايفين ده احمر دافي ازاي، يا رب يكون ظاهر لكم الدرجه. بصوا ده نفس درجه بتاع ماك، ده نفس درجه ماك اللي هو روبي وو، ولكن ليكويد ليكويد ومن سيفورا. لو انت بتحبي الدرجه اللي هي الدافيا رويال الكلاسيك دي ممكن تشتريها من سيفورا، حلوه جدا، ثابت طبعا جدا، ما بينشفش الشفايف، حلو جدا جدا جدا. فدول الاربع درجات الاحمر اللي عجبوني وبحبهم جدا جدا جدا، وحبيت ان انا اشارك معاكم الدرجات بتاعتهم وبس كده، اتبسطتوا بيه واستمتعتوا بيه. ولو حد عايز يشتري روج احمر انصحكم ان انتوا تجربوا الدرجات دي وتشوفوا انتوا هتحبوا ايه اكتر. وبس كده استنوني في برضو الارواج اللي بحبها من اللون النيود، ودول اكتر بكتير من الاحمر لان انا عاشقة اللون النيود وبشتريه اكتر من الاحمر، لان النيود استخدامه اكتر، انا بستخدمه اكتر بكتير من الاحمر، ف لانه طبعا لون يومي يعني، فهتلاقوا فيه درجات كتير جدا هتعجبكم. وبس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه لو مكنتوش تابعوا القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار نزل الفيديو على طول. بس كده باي باي.